عقدت قيادة شرطة نينوى مؤتمرا عن الحملة الوطنية للتعريف والتوعية بجريمة الاتجار بالبشر، حضره عدد من المتخصصين. المؤتمر جرى خلاله بحث مواضيع عدة، وفي مقدمتها التركيز على الاتجار بالأعضاء البشرية واستغلال الأطفال في ظاهرة التسول وزواج القاصرات وتعاطي الحبوب المخدرة. خرجنا بوصايا ونتيجة جيدة بعد انتهاء المؤتمر، وشكلنا لجنة في مقرنا، وسيتم تشكيل لجنة أيضا كبرى برئاسة السيد المحافظ لمتابعة والحد من هذا الموضوع. في محافظة نينوى لم تؤشر عندنا حالات اتجار بالبشر نهائيا لحد هذا اليوم، ولا تجارة مخدرات عندنا. أكو هناك حبوب كبسلة ويتم إلقاء القبض عليهم بين الحين والآخر من قبل مديرية مخدرات نينوى. نحن جادين بمكافحة هذا الموضوع، وإن شاء الله أطمئن أهلنا في هذه المحافظة العزيزة بأنه لم تؤشر لدينا حالات من هذا القبيل. موضوع الاتجار بالبشر هو أحد المشاكل الاجتماعية التي يعاني منها العراق عموما ومدينة الموصل بشكل خاص. وجودي اليوم في هذا المؤتمر وفي هذه الندوة رفقة مجموعة من الأكاديميين لإيصال رسالة، وأبلغتها للجميع، أن جامعة الموصل بكافة أكاديميها وأساتذتها تمد يديها للمجتمع لكي تساهم الجامعة في حل هذه المشاكل. يجب أن تكون الجامعة جزء من المجتمع وتعمل بشكل فعال على حل هذه المشاكل. هذا الأمر لا يجوز شرعا أولا، ونحمد الله سبحانه وتعالى أنه لا يوجد في نينوى هكذا أمور، والتثقيف مستمر على المنابر وفي كل مكان، وكذلك إن شاء الله سيكون في الجامعات والمدارس وشيوخ العشائر وأولياء الأمور. يجب أن نحد من أي فساد، وهذا فساد كبير جدا.